والآن مع المداخلة الرئيسية الثانية مع الكاتب والناقد الكبير الدكتور يسرى عبد الله. مساء الخير، سعيد بهذه الندوة ومناقشة هذه المجموعة القصصية لصديقي الكاتب والمبدع الدكتور فهمي عبد السلام. وفي الحقيقة قدم الصديقان العزيزان القاص هاني منسي بإدارته الدقيقة للندوة والنافذة وملاحظاته الذكية التي ابتدأنا بها الندوة، وصديق الشعر الكبير عاطف عبد العزيز الذي يحيلك على يعني في الحقيقة فكرة الجدية. يعني أهم ما يطرحه عاطف عبد العزيز أنه مثقف جاد حقيقي يدخل إلى النص من داخله، لا يدخل عليه وفق تصورات جاهزة. أنا في الحقيقة سعيد بصديقي العزيزين تماما القاص هاني منسي الشاعر عاطف عبد العزيز وهذه المجموعة القصصية سوء تفاهم لفهمي عبد السلام. وطبعا أنا يعني سأستخدم لن أصدق الصديق العزيز وطبعا الأستاذ الكبير الدكتور فهمي عبد السلام بلقب إبداع، لأن الإبداع في الحقيقة كما يعلم فهمي عبد السلام أن الإبداع يعني هو يعني نسيج وحده، يعني فكرة الإبداع هي فكرة تتجاوز الألقاب العلمية سياقها سياق مغاير. يعني فهمي عبد السلام في مجموعته القصصية سوء تفاهم. أول شيء سألفت الانتباه لهذه المجموعة هي أنها ستحيل ما يسمى بالقارئ النموذجي على المسرحية الشهيرة لألبير كامو والتي تحمل نفس الاسم سوء تفاهم. يعني أول شيء القارئ العارف بتحولات الكتابة في العالم سينتبه على الفور إلى أننا أمام عنوان يحيلك على الفور لنص ألبير كامو الشهير سوء تفاهم. ومسرحية سوء تفاهم لألبير كامو مسرحية كانت بالمناسبة مناطا لعدد هائل من يعني هناك أعمال فنية عديدة اقتبست من هذه المسرحية، سواء طبعا أنها عرضت أكثر من مرة في فرنسا وفي بلدان أوروبية أخرى، ولكن أيضا حتى تحويلها هنا إلى عدد من الأفلام السينما إلى عدد من الأعمال الفنية من بينها الفيلم السينمائي الشهير الذي قام ببطولته الفنانة العظيمة الراحلة سناء جميل و عادل أدهم وعزة العلي. نعم، نحن أمام مجموعة قصصية عنوانها سيحيلك على نص ألبير كامو، لكن في الحقيقة حينما تدخل إلى جوهر هذه المجموعة لن تجد أي رابط ما بين نص كامو الشهير وما بين مجموعة فهمي عبد السلام، لكنك ستنطلق إلى ما يسمى بالدلالة الكلية لهذه المجموعة. هذه المجموعة التي تتشكل من 13 قصة قصيرة جميعها بالمناسبة تنهض على ما يسمى بسوء التفاهم. كل شخوصها وهم بالمناسبة المثقفون منهم والعاديون يمثلون حركة الواقع العشوائي، يعني كل الشخوص هنا يبدون وكأنهم عشوائيون بما فيهم الانتهازيون. حتى ما أشار إليه صديقي الشاعر الكبير عاطف عبد العزيز الطبيب في فروة أرنب، الطبيب الذي يستغل حاجة هذه السيدة البائسة في العيادة الشعبية في هذا الطبيب ده نفسه شخص شديد العشوائي وجزء من هذا الواقع العشوائي. يعني إذا أنت أمام مجموعة قصصية بينعد أبطالها من الأساس على فكرة سوء التفاهم بين قوسين. أنا سأعود إلى كامو أيضا. كامو ابن كامو طبعا يعني الحقيقة كامو في الأدبيات العالمية كامو واحد من أيقونات الكتابة في العالم، حتى لو كان هناك تيار هادر ضده على المستوى النقدي، لكن أيضا كان هناك تيار هائل كان مع كتابة ألبير كامو. ألبير كامو هو واحد من أيقونات ما يسمى بحركة العبس أو حركة اللامعقول. حركة العبس أو مسرح العبس أو مسرح اللامعقول اللي هو كامو واحد من أبرز أيقوناته في تاريخ الكتابة في العالم، لكنك هنا ستجد كتابة واقعية بالأساس. ولذلك ليس ثمة صلة ما بين نص ألبير كامو الذي طرحته بالمجموعة بتحيل إلى اسمه وما بين كتابة فهمي عبد السلام. كتابة فهمي عبد السلام هي كتابة مغرقة في واقعيته
وهذا الإغراق في الواقع هو في الحقيقة لا يقدم، لا يجعلنا أمام تصور ميكانيكي أو آلي لهذا الواقع. فالكتابة هنا ليست انعكاسا آليا أو ميكانيكيا لهذا الواقع، وإنما هي تمثل استجابة جمالية لهذا الواقع بتحولاته وتغيراته اللانهائية. إذن يمكن أن نقول عن هذه المجموعة القصصية سوء تفاهم أن هذه الكتابة لو أردنا أن نقف أمام الأصول الفكرية والجمالية المنطلقة منها، وأنا أريد أن أفعل ذلك يعني، أو أحاول أن أفعل ذلك دائما فضلا طبعا عن تفكيكها فيما بعد. الأصول الفكرية والجمالية لهذه الكتابة هي بتنطلق من أنه لا توجد كتابة في الفراغ. النص دائما موصول بسياقاته السياسية والثقافية والاجتماعية، ولذلك لن تجد هنا في هذه النصوص جميعها نصا يخلو من الإشارة إلى الواقع، سواء إذا كان الواقع، والواقع هنا ليس شيئا واحدا بالمناسبة، الواقع هنا يتعدد، يصبح أحيانا كما أشار الصديقان العزيزان، يصبح أحيانا هو الواقع البحثي والأكاديمي، ويصبح أحيانا ثانيا الواقع الثقافي، ويصبح أحيانا ثالثا الواقع الاجتماعي، ويصبح أحيانا رابعة سمت إحالات على ما يسمى بالواقع السياسي وهكذا. إذا أنت أمام كتابة لا تستبعد الواقع على الإطلاق، وإنما تجعله بؤرة للسرد، باختصار تجعله مركزا للسرد. لكن في تعاملها مع هذا الواقع هي لا تتعامل معه من هذا المنظور الآلي، يا أستاذ محمود الشربيني صديقي، لا تتعامل معه من هذا المنظور الآلي الميكانيكي، لكن تتعامل معه من كون هذا الأدب في تعامله مع الواقع استجابة جمالية لهذا الواقع. ما الذي يخفف طيب من وطأة هذا الواقع؟ الواقع ده، هذا الواقع العبثي، والواقع بالمناسبة إذا كان سمت بقى يعني مشتركات من بعيد ما بين كامو أيقونة العبث في العالم، أيقونة مصر، وطبعا كامو كان مفكر كبير، وكان بالمناسبة وده حاجة مهمة أوي إن إحنا نقولها، إن المفكرين في الأوروبيين، وطبعا الناقد في أوروبا مفكر الحقيقي، الناقد في أوروبا لازم يبقى مفكر، ويبقى راجل عنده إنسان في علم الفلسفة وفي علم الكمال، طبعا إحنا عندنا مقاسي، فالناقد في أوروبا لازم يبقى مفكر يعني. طب في أوروبا مثلا نقول لك إيه؟ إن كامو مثلا على الرغم من إن هو ابن شوف ابن حركة العبث والله معقول، لكن احترام جورج لوكاتش منظر الواقعية اللي احنا بنحبه، منظر الواقعية في ثوبها الأبهى، لوكاتش كان يحترم كامو جدا، كان بيحترم كامو جدا، وعنده انتقادات ليه، لكن عنده احترام وإيه، وعنده تقدير لهذا النسخ من الكتاب. فكامو ده حدوتة طويلة جدا. طب إذا كان بقى في، أنا قلت إن مفيش علاقة، إذا كان في هناك ثمة علاقة بقى ما بين كامو، كتابة كامو في سوء تفاهم والكتابة هنا، هو إن الواقع الغارق في واقعيته الذي يطرحه الدكتور فهمي عبد السلام في مجموعاته سوء تفاهم هو في الحقيقة واقع شديد العبثية. الخيال فيه جاوز الواقع، وطبعا أنتوا عارفين الجملة العامية الشهيرة اللي بتتكلم عن علاقة الخيال بالواقع. فالواقع الخيال جاوز الواقع في الحقيقة. فزي هنا الراجل اللي هو مفترض يعالج هذه الفتاة، فالراجل هو كل همه في العالم ان هو يضاجع هذه الفتاة المسكينة البائسة، يعني انتهازية وضاعة وضحك كل حاجة تقدر تقول.